بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة العريش، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور عبد الناصر علي في محاضرتنا الأخيرة في مادة الإدارة العامة، وهي تتضمن محتوى الفصل السابع بعنوان الإدارة المحلية. تعريف الإدارة المحلية، لو حبينا نعرف يعني ايه الادارة المحلية او المقصود بالادارة المحلية، حيث تعرف الادارة المحلية بانها توزيع الوظائف الادارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات محلية او مصلحية منتخبة، بحيث تكون هذه الهيئات في ممارستها لوظيفتها الادارية تحت اشراف ورقابة الحكومة المركزية. اي ان الادارة المحلية تعني اللامركزية الادارية. تاني كده نعرف الإدارة المحلية، زي ما احنا بنقول واضح من المسمى بتاع المصطلح، الإدارة المحلية المقصود هنا بكلمة المحلية هي عكس المركزية. محلية هنا تعني الإدارة في المحافظات أو الأقاليم الإدارية المختلفة، يقابلها الإدارة المركزية وهي المقصود بها الإدارة أو وحدات الإدارة الحكومية الموجودة في العاصمة، وهي تمثل الوزارات المركزية إلى آخره. أما المقصود بالإدارة المحلية هنا هو إدارة وحدات الإدارة الحكومية في المحافظات والأقاليم. إذن نعرف الإدارة المحلية مرة أخرى، حيث تعرف الإدارة المحلية بأنها عملية توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات محلية أو مصلحية منتخبة. يعني إيه الكلام ده؟ إن الوظائف الإدارية، وظائف الجهاز الإداري للدولة أو الوحدات الحكومية، يتم تقسيمها ما بين جزء تقوم به الحكومة المركزية في العاصمة من خلال الوزارات والهيئات المختلفة التابعة للوزارات، والجزء الآخر تقوم به وحدات محلية اللي احنا بنسميها وحدات الإدارة المحلية في المحافظات، زي ما هنعرف، بحيث تكون هذه الهيئات أو الوحدات في ممارستها لوظائفها، يعني الوحدات الجهاز الإداري أو الإدارة المحلية اللي موجودة في المحافظات والأقاليم، وهي بتمارس اختصاصاتها وظائفها الإدارية، ما بتشتغلش بمعزل عن الحكومة المركزية، ولكن تعمل من خلال الإشراف ورقابة الحكومة المركزية. يعني نقدر نقول كده ان المقصود بالإدارة المحلية المقصود بها اللامركزية الإدارية، اللامركزية الإدارية، ونركز هنا على كلمة الإدارية بشكل كبير، لان المقصود هنا هو الإدارة المحلية. واضح في بعض، يعني تقتسم الحكومة المركزية بعض وظائفها مع وحدات محلية أو مصلحية منتخبة في الأقاليم، في المحافظات والأقاليم، والمقصود بها بعض الوظائف الإدارية لا أكثر من ذلك. إذن زي ما قلنا، الإدارة المحلية أحيانا نسميها المركزية الإدارية، اللامركزية الإدارية، عكس المركزية الإدارية المقصود بها الأجهزة الحكومية المتمركزة في المركز اللي هو العاصمة، وهي تتضمن بالطبع الحكومة المركزية بوزارتها وهيئتها المختلفة. أما ما يوجد في الأقاليم، المحافظات والأقاليم الإدارية المختلفة، الوحدات الإدارية اللي موجودة بنقول عليها وبنعرفها وبنسميها الإدارة المحلية. طيب، يمكن تلخيص أهم الأسباب لضرورة وجود النظام الإدارة المحلية في مالي. ليه بقى الدول أو المجتمعات بتلجأ بالضرورة إلى أن يكون فيه نظام للإدارة المحلية، أو أنها تقتسم الوظائف الإدارية أو تقسم الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات محلية زي ما عرفنا موجودة في الأقاليم؟ لماذا؟ يبقى هي دي الأسباب اللي احنا هنعرفها دلوقتي، اللي بتدعونا أو بتفرض على الدول والحكومات ان يبقى فيه موجود نظام للإدارة المحلية في زي ما قلنا في الأقاليم الإدارية وفي المحافظات إلى آخره.
أول سبب ازدياد وظائف الدولة، يعني وظائف الدولة زادت ومهام الدولة زادت بعد أن كانت وظيفة الدولة سابقا في عصور سابقة مقصورة على المحافظة على الأمن الداخلي وصد الاعتداءات الخارجية وإقامة العدل بين الناس، أصبحت تتدخل في ميادين كثيرة تحقيقا للأهداف الاجتماعية والاقتصادية. يعني زادت مهام الحكومات وزادت مهام وظائف الدولة، وبالتالي أصبح هناك ضرورة لوجود نظام للإدارة المحلية تتولى بعض الوحدات الإدارية المحلية بعض المهام الإدارية مع الحكومة المركزية. اتنين، السبب الثاني اللي بيؤدي إلى ضرورة وجود لنظام الإدارة المحلية هو تقسيم العمل، حيث أصبحت هناك خدمات تقوم بها الحكومة المركزية وهناك خدمات محلية تتولاها الإدارة المحلية. ثالثا، تنوع أساليب الإدارة تبعا للظروف المحلية بما يضمن أداء الخدمات بطريقة تتلائم مع البيئة المحلية لكل وحدة إدارية مختلفة. أيضا أن الإدارة المحلية أكثر إدراكا للحاجات المحلية. كل هذه هي الأسباب التي دعت أو تدعو لوجود نظام للإدارة المحلية. كذلك التفاوت بين الأقاليم، الأقاليم متفاوتة بينها وبين بعضها، هناك أقاليم أكثر ثراء من أقاليم أخرى بها بعض المواد الخام، أو بعض هناك بعض الأقاليم أو بعض المحافظات تتمتع قد يكون ظروف جغرافية أفضل من محافظات أخرى، مثل بعض المحافظات التي لديها حدود مع على الحدود بحرية مثلا على البحار أو على نهر النيل مثلا، وبالتالي لديها موانئ ولديها إلى آخر هذا الكلام. كذلك هناك تفاوت بين الأقاليم في الأحجام أو في الكثافة السكانية إلى آخر هذه من عوامل التفاوت. إذن كل هذه الأشياء تدعونا أو تدعو إلى وجود ضرورة وجود نظام للإدارة المحلية في هذه الأقاليم أو المحافظات المختلفة. كذلك العدالة في توزيع الأعباء المالية، لكي يكون هناك عدالة في توزيع الأعباء المالية على الأقاليم والمحافظات لازم في موجود نظام للإدارة المحلية في هذه الأقاليم الإدارية أو المحافظات إلى آخره. آخر هذه الأسباب تبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين، يبقى إذن من ضمن المهام الأسباب أو الأسباب اللي بتدعو لضرورة وجود نظام للإدارة المحلية هو تبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين، الإجراءات الإدارية. يعني مش كل حاجة هنلجأ للعاصمة أو هنلجأ للمركز، أو كل مواطن في إقليم نائي أو في محافظة نائية لديه مشكلة أو أيا كان فيلجأ إلى الحكومة المركزية في المركز، فهذا اللي هو العاصمة يعني عاصمة الدولة، فهذا طبعا شيء غير منطقي. إذن لابد من وجود نظام للإدارة المحلية في الأقاليم والمحافظات، وهذه الأسباب اللي احنا ذكرناها هي التي تدعو إلى ضرورة وجود هذا النظام، وهو نظام الإدارة المحلية في المحافظات. لو حبينا نفرق بين الإدارة المحلية والحكم المحلي، كثيرا يعني هذه بيحصل هذا اللبس في المفهوم أو في المعرفة بين ما هي الإدارة المحلية والحكم المحلي. هناك فارق كبير بين الإدارة المحلية والحكم المحلي. مصطلح الإدارة المحلية ومصطلح الحكم المحلي مختلفان جوهريا وليس شكليا فقط، حيث أن الإدارة المحلية هنا تعني هي بالأساس تنشأ بموجب القانون وترتبط بالتنظيم الإداري للدولة، ولذلك تعتبر أسلوبا من أساليب التنظيم الإداري. ونركز على الإداري هنا أكثر من مرة، هي أسلوب من أساليب التنظيم الإداري، وأنها تمارس جزء من وظيفة الدولة الإدارية فقط، وحاطين خط كده تحت وظيفة الدولة الإدارية فقط. إذن الإدارة المحلية المقصود بها أنها بتمارس جزء من وظيفة الإدارية للدولة والوظيفة الإدارية فقط. أما اختصاصاتها فهي قبل التغيير زيادة أو نقصا، وتخضع لرقابة وأشراف السلطة المركزية. دي باختصار كده الإدارة المحلية. يبقى الإدارة المحلية هي موجودة طبعا وفقا للتنظيم الإداري للدولة في نطاق أو في إطار التنظيم الإداري للدولة، وأنها عبارة عن أنها بتمارس جزء من الوظيفة الإدارية للدولة، الوظيفة الإدارية فقط وليس أشياء أخرى.
زي ما هنشوف في الحكم المحلي. واختصاصات الإدارة المحلية قابلة للتغيير زيادة ونقصا، وفي النهاية بتخضع لإشراف السلطة المركزية في كل شيء. أما بقى نظام الحكم المحلي فيقوم على توزيع الوظيفة الإدارية، مش بس الإدارية لأ، والتشريعية والقضائية. بمعنى انه لا ده يبقى هناك الى جانب الوظيفه الاداريه وظيفه تشريعيه. يعني نظام الحكم المحلي بيستدعي يكون هناك برلمان محلي يشرع ويضع القوانين الى اخر هذا الكلام، وكمان بتكون هناك سلطه قضائيه مستقله موجوده في كل اقليم. لو اتوفرت الثلاث اركان دي، الوظيفه الاداريه والسلطه التشريعيه والقضائيه، اصبح النظام اللي موجود حاليا نظام نطلق عليه الحكم المحلي وليس الاداره المحلية. وهذا غير موجود في مصر. اللي موجود في مصر عندنا هو نظام الإدارة المحلية، وهو ممارسة جزء من الوظيفة الإدارية فقط تقوم بها بعض هيئات أو الوحدات الحكومية في المحافظات والأقاليم. ده بقى الفرق بين الإدارة المحلية والحكم المحلي. نيجي بقى عايزين نشوف الفرق بين الإدارة المحلية، اللي هي احنا قلنا الإدارة المحلية المقصود بها اللامركزية الإدارية. يعني لما يذكر أمامنا مصطلح اللامركزية الإدارية، اللامركزية الإدارية، ونركز على كلمة الإدارية تاني، يبقى احنا يعني هي الوجه الآخر لكلمة الإدارة المحلية. يعني الإدارة المحلية مقصود بها اللامركزية الإدارية. ما احنا قلنا اللامركزية الإدارية ان الحكومة المركزية بتتنازل عن جزء من وظيفتها الإدارية لبعض الوحدات اللي موجودة في المحافظات والأقاليم، اللي هي بنسميها الإدارة المحلية. الحكم المحلي بقى بنسميه اللامركزية السياسية. يعني خلي بالك بقى في النقطة هنا، لو كان في دولة فيها نظام الحكم المحلي يبقى دي ما نقولش عليها لامركزية إدارية، لا ده احنا نسميها بقى لامركزية سياسية. وهناك فارق بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية. زي ما قلنا اللامركزية السياسية يعني بيبقى هناك جزء من الإدارة بيمارسوا الإقليم، وجزء من السلطة التشريعية، وجزء من السلطة القضائية. يبقى هناك لامركزية سياسية، ودي مش موضوعنا، وده مش موجود في مصر. اللي موجود عندنا هو فقط الإدارة المحلية أي اللامركزية الإدارية. حيث أن اللامركزية الإدارية أو الإدارة المحلية تتميز عن اللامركزية السياسية أو الحكم المحلي في أن الأخيرة اللي هي الحكم المحلي يعني تتضمن توزيع وظائف الدولة الثلاثة، التشريعية والتنفيذية والقضائية، بين السلطة المركزية وبين الأقاليم. يبقى الثلاث سلطات سواء التشريعية والتنفيذية والقضائية، مش بس الوظيفة الإدارية، بتقتسمها الأقاليم مع الحكومة المركزية ومع السلطة المركزية. يبقى ده اسمه نظام حكم محلي، واللي موجود لا مركزية سياسية، وده مش زي ما قلنا موضوع آخر مختلف عن الإدارة المحلية أو اللامركزية الإدارية. حيث يقتصر مضمون اللامركزية الإدارية على توزيع بعض مظاهر الوظيفة الإدارية فقط، واختصاصاتها بين السلطة المركزية والهيئات المحلية. ويستتبع ذلك بالضرورة أيضا أن تكون ممارسة وحدات الإدارة المحلية لاختصاصاتها في إدارة المرافق المحلية خاضعة لرقابة السلطة المركزية رقابة تامة. لو حبينا نعرف أركان وركائز نظام الإدارة المحلية أو اللامركزية الإدارية، يرتكز نظام الإدارة المحلية أو نظام اللامركزية الإدارية على عدة ركائز. أولها تقسيم الدولة إلى كيانات جغرافية وإدارية. عشان نعمل نظام للإدارة المحلية، الأول هنقسم الدولة إلى كيانات جغرافية وإدارية. تقسيم الإداري يعني للدولة اللي هو المحافظات، زي ما احنا بنقول كده. التقسيم الإداري المقصود بتقسيم الدولة إلى محافظات، والمحافظات إلى مراكز، والمراكز إلى قرى وأحياء، إلى آخر هذه التقسيم الإداري. يبقى أول ركيزة من ركائز نظام الإدارة المحلية تقسيم الدولة إلى كيانات جغرافية وإدارية. 2. قيام السكان المحليين باتخاذ قراراتهم ذات الطابع المحلي من خلال ممثليهم المنتخبين انتخابا حرا مباشر. ده المقصود بيها انتخابات المجالس الشعبية المحلية. ده الركيزة الثانية من ركائز نظام الإدارة المحلية. 3. حاجة تمكين المواطنين المحليين من إدارة مواردهم. يعني يبقى المواطنين المحليين اللي موجودين في المحافظات تمكنهم من إدارة مواردهم، يعني الموارد الذاتية بتاعت المحافظة، اللي هي يبقى ليهم دور في إدارة هذه الموارد أو إنفاقها على مشروعات معينة، زي مشروعات الرصف والإنارة والطرق وإلى آخر هذه الأشياء أو الموضوعات المتعلقة بنظام الإدارة المحلية. يبقى دور الحكومة المركزية عند وضع السياسات العامة والرقابة والمتابعة والتوجيه للأداء المحلي.
يبقى احنا ده ركائز النظام الاداره المحليه، ان يبقى عندي تقسيم الدوله الى كيانات جغرافيه. ثانيا قيام السكان المحليين باتخاذ قراراتهم ذات الطابع المحلي في من خلال ممثليهم المنتخبين انتخاب حر مباشر. ثلاثة تمكين المواطنين المحليين من إدارة مواردهم. ثم بيكون بس دور الحكومة المركزية فقط هو وضع السياسات العامة والرقابة والمتابعة والتوجيه لهذا الأداء المحلي. لو حابين نعرف مؤسسات الإدارة العامة في مصر واختصاصاتها، مؤسسات نركز كده في مؤسسات الإدارة المحلية في مصر واختصاصاتها. في مؤسسات الإدارة المحلية في مصر تنقسم، حددها القانون، حدد القانون قانون الإدارة المحلية في مصر مؤسسات الإدارة المحلية، وهي أول حاجة في حاجة اسمها المجلس الأعلى للإدارة المحلية. المجلس الأعلى للإدارة المحلية لو حبينا نتعرف عليه، ده نشوف إيه اختصاصاته، المجلس ده وبتكون من مين. نجد أنه يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء. يبقى المجلس الأعلى للإدارة المحلية بيبقى برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية المحافظات. ويجتمع المجلس بدعوة من رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، ويتولى النظر في كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية من حيث دعمه وتطويره واقتراح القوانين واللوائح والقرارات ذات التأثير على المجتمع المحلي. يبقى ده الايه، المجلس الأعلى للإدارة المحلية، وشوفنا تشكيله من مين، من رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، عضوية وزير الإدارة المحلية والمحافظين ورؤساء المجالس إلى آخر هذا الكلام. واختصاصاته زي ما قلنا بينظر في الموضوعات اللي تتعلق بكل ما هو متعلق بنظام الإدارة المحلية في مصر، سواء دعمه أو تطويره أو اقتراح القوانين واللوائح والقرارات ذات التأثير على على المجتمع المحلي. في واقع الأمر فإن هذا المجلس اللي هو مجلس الأعلى للإدارة المحلية، وهذا التشكيل نادرا ما اجتمع، يعني ما يعني تقريبا ما بيجتمعش إلا يمكن مرة أول ما بينشأ، نادرا ما اجتمع منذ إنشائه. ولكن هناك مجلس آخر بيحل محله في أداء هذه المهام، مش بس هو موجود كده في الـ في الـ في, الـ في القانون وما بيفعلش، لا هو بيفعل بس بشكل آخر، اللي هو تعقد الاجتماعات تحت مسمى مجلس المحافظين. طبعا كلنا بنسمع عن اجتماعات مجلس المحافظين، ودي بتتم بصفة مستمرة رئاسة مجلس الوزراء وعضوية المحافظين وبعض الوزراء. فيبقى مجلس المحافظين اللي احنا بنسمع عنه بكتير في الإعلام، انه اجتمع مجلس المحافظين برئاسة مجلس الوزراء وعضوية المحافظين وعضوية وبعض الوزراء اللي هم وزراء مختصين بالإدارة المحلية، هو ده المجلس الاجتماع مجلس المحافظين، ده هو بيحل محل المجلس الأعلى للإدارة المحلية. يبقى أول مؤسسة من مؤسسات الإدارة المحلية في مصر زي ما قلنا هو المجلس الأعلى للإدارة المحلية. رقم اتنين المجلس الثاني في الوحدات الإدارة المحلية في مصر، الأمانة العامة للإدارة المحلية. الأمانة العامة اللي هي تتبع الوزير المختص بالإدارة المحلية، وهي عبارة عن هيئة فنية من الخبراء والعاملين تعاون المجلس الأعلى للإدارة المحلية ومجلس الوزراء والوزير المختص. احنا قلنا مجلس المجلس الأعلى للإدارة المحلية ما بيجتمعش وبيحل محله حاجة اسمها مجلس المحافظين، يبقى الأمانة العامة للإدارة المحلية هي اللي كده تعتبر الأمانة العامة لمجلس المحافظين، يعني ده المقصود. رقم ثلاثة الأقاليم الاقتصادية ولجان وهيئات التخطيط الإقليمي. الأقاليم الاقتصادية ولجان وهيئات التخطيط الإقليمي. بنسمع عن الأقاليم الاقتصادية أن مصر مقسمة إلى، زي ما هي مقسمة إلى عدد من المحافظات، هناك حاجة اسمها أقاليم اقتصادية. يعني مثلا كل إقليم بيتضمن، احنا عندنا 7 أقاليم اقتصادية في مصر، كل إقليم بيتضمن حوالي من مثلا 4 محافظات تقريبا، متقسمة تقسيم اقتصادي. فإلى جانب وحدات الإدارة المحلية المعترف لها بالشخصية المعنوية، نص القانون أيضا على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية يضم كل منها محافظة أو أكثر، ويكون لكل إقليم عاصمة، وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية. وهذه الأقاليم الاقتصادية لا تمثل وحدات محلية، حيث لم يعترف لها القانون بالشخصية المعنوية، ما بتعتبرش وحدات محلية بالمعنى المفهوم، ولكن هي من ضمن تقسيم جهاز الإدارة المحلية في مصر، ولكن هي شخصيات معنوية. الأقاليم الاقتصادية دي لها شخصيات لم يعترف لها بالشخصية المعنوية، وتقسم مصر زي ما قلنا إلى 7 أقاليم اقتصادية، لكل منها عاصمة وهيئة ولجنة للتخطيط الإقليمي. كمان في عندنا بقى المجالس والأجهزة التنفيذية. من المجالس والأجهزة التنفيذية زي إيه؟ حيث أن لكل وحدة محلية مجلس تنفيذي. يعني مثلا بنسمع عن المجلس التنفيذي للمحافظة، المجلس التنفيذي لكل وحدة محلية بدءا من محافظة لأقل وحدة محلية لها مجلس تنفيذي يتولى تنفيذ السياسات والقرارات المحلية
ويتكون المجلس التنفيذي من الأشخاص الذين يتولون قيادة وإدارة الإنتاج أو الخدمات في نطاق الوحدة المحلية، هم المحافظ ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى ورؤساء الوحدات المحلية ورؤساء المصالح والأجهزة والهيئات العامة في نطاق الوحدة المحلية. هي دي المجالس والأجهزة التنفيذية. يعني الأجهزة زي ما قلنا كل وحدة محلية لها مجلس تنفيذي بيبدأ من المحافظة، وانت نازل بقى رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى إلى آخره. دي المقصود بالأجهزة التنفيذية أو المجالس الإيه التنفيذية. طيب وحدات نظام الإدارة المحلية في مصر، عايزين نعرف وحدات نظام الإدارة المحلية. نظام الإدارة المحلية في مصر بينظمه قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 بتعديلاته المختلفة اللي طرأت عليه، ولكن القانون الرئيسي لنظام الإدارة المحلية في مصر هو القانون رقم 43 لسنة 79. نصت المادة الأولى منه إن وحدات الإدارة المحلية في مصر هي إيه بقى؟ هي إيه وحدات الإدارة المحلية؟ هي المحافظات، تبدأ من محافظة على طول. إحنا بنتكلم على إدارة محلية يعني نبدأ بأول حاجة المحافظة. المحافظات ثم المراكز ثم المدن ثم الأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية. وقد حدد القانون سلطة إنشاء الوحدات المحلية وتغيير أسمائها وإلغائها على النحو التالي. يبقى إذن الأول كده وإحنا بنعرف وحدات نظام الإدارة المحلية في مصر، دي طبعا بترد في نص المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 79، وده اسمه قانون نظام الإدارة المحلية في مصر، وحصل عليه تعديلات كثيرة ولكن ما زال معمول به لغاية دلوقتي. والدولة بصدد يعني إنشاء قانون جديد لنظام الإدارة المحلية في مصر، وهو مازال يعني في حوزة البرلمان بيدرسه وبيعدله، ولكن لم يظهر حتى الآن إلى النور قانون نظام إدارة محلية جديد يحل محل القانون رقم 43 لسنة 79. زي ما قلنا اللي قسم لنا وحدات الإدارة المحلية في مصر على النحو التالي: المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية. وقد حدد سلطة إنشاء الوحدات المحلية وتغيير أسمائها وإلغائها. نحن بمعنى إيه؟ يعني أي وحدة محلية تنشأ، مثلا مركز، مدينة، قرية، حي، لها آليات. القانون حدد آليات إنشاء هذه الإيه الوحدات المحلية. نيجي للمحافظات. المحافظات بتنشأ من قرار من مين؟ تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز أن يكون نطاقها مدينة واحدة. يعني مين اللي ليه الحق إنه ينشئ محافظة جديدة؟ القرار بتاعها بيصدر من رئيس الجمهورية. يبقى تنشأ المحافظات بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء، وممكن تكون المحافظة دي مدينة واحدة ملهاش مراكز، زي مثلا عندنا مدينة زي مثلا محافظة زي بورسعيد مثلا ملهاش فيها مراكز، عبارة محافظة من مدينة واحدة وهكذا، أو ممكن تكون محافظة ليها عدة مراكز إلى آخره. ثانيا بعد المحافظات المراكز والمدن والاحياء. طب مين اللي بينشئ؟ مين له سلطه انشاء المراكز والمدن والاحياء؟ تنشا بقرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالاداره المحليه. يبقى وزير الاداره المحليه يقترح على رئيس مجلس الوزراء بانشاء مركز او مدينه او تحويل يعني قريه الى مركز، او انشاء المراكز والمدن والاحياء، ودي بتصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من ايه الوزير المختص بالاداره المحليه، وهو وزير الاداره المحليه بعد موافقه المجلس الشعبي المحلي للمحافظه. طيب نيجي للوحدات المحليه القرويه. تنشا بقرار من المحافظ. يبقى المحافظ هو اللي بينشئ الوحدات المحليه القرويه بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلي للمركز المختص وموافقه المجلس الشعبي المحلي للمحافظه. دي الوحدات جهاز الإدارة المحلية في مصر زي ما قلنا، اللي هي المحافظات، المراكز والمدن والأحياء وهكذا والقرى إلى آخره. طيب المجالس الشعبية المحلية بقى، يوجد في كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبي محلي. كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية زي إيه يا جماعة؟ المحافظات مثلا دي وحدة زي ما قلنا، وحدة من وحدات الإدارة المحلية، المحافظة ليها مجلس شعبي محلي اسمه مجلس شعبي محلي المحافظة، يتم تشكيله بالانتخاب من المواطنين المحليين. وكذلك المراكز، في المجلس الشعبي المحلي للمركز والمجلس الشعبي المحلي للقرية وهكذا. مدة المجالس الشعبية المحلية هي 4 سنوات، واختصاص المجالس الشعبية المحلية هو الآتي: أول حاجة، المجالس الشعبية المحلية على مستوى وحدات الإدارة المحلية من المحافظة إلى القرية هي الوظائف التالية:
تقوم هذه المجالس الشعبية المحلية بإيه؟ بالآتي بقى. نمرة واحد: الإشراف والرقابة على المجالس الشعبية المحلية التي تقع في نطاق المجلس أو في المستويات الأدنى والتابعة للمجلس، بما في ذلك التصديق على قراراته والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي التي تخدم أكثر من وحدة محلية في نطاق الوحدة المحلية للمجلس الذي يتولى الرقابة. يعني الإشراف والرقابة على المجالس الشعبية المحلية تقع في نطاق المجلس، يعني مثلا المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من ضمن مهامه أنه يشرف على المجلس الشعبي المحلي للمركز، وهكذا. ده خلاصة هذه النقطة. ثانيا: تقوم المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية المختلفة بإقرار مشروعات الخطط والموازنات السنوية ومتابعة تنفيذها، وإقرار مشروعات الحسابات الختامية، وتحديد وإقرار خطط المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية على مستوى الوحدة المحلية في المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها. يعني ان اقرار الوحدات المحليه دي، المجالس الشعبيه المحليه في مثلا في المحافظه او في المركز، بتعمل ايه؟ بتقر مشروعات الخطط والموازنات السنويه التابعه، يعني الخطه والموازنه السنويه للمركز بيقر المجلس الشعبي المحلي بتاع المركز، الخطه والموازنات السنويه بتاعه المحافظه بيقرها المجلس الشعبي المحلي بتاع المحافظه، وهكذا. 3: اقتراح انشاء مختلف المرافق التي تعود بالنفع العام على الوحده المحليه. يعني كمان من ضمن اختصاصات المجالس الشعبيه المحليه انها بتقترح انها تعمل ايه؟ تنشئ مرافق جديده، تعمل مرافق مثلا، تعمل موقف سيارات، تعمل معرفش الى اخر هذا الكلام، اقتراح او بانشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على الوحده المحليه وخدمه اهالي الوحده المحليه. الوحده المحليه المقصود بها ايه؟ يا اما المحافظه، يا اما المركز، يا اما القريه، يا اما الحي، يا اما المدينه، الى اخر هذا الكلام. رابع حاجه من مهام واختصاصات المجالس الشعبيه المحليه: تحديد واقرار القواعد العامه لاداره واستخدام ممتلكات الوحده المحليه والتصرف فيها، والموافقه على القواعد العامه لتنظيم تعامل اجهزه الوحده المحليه مع الجماهير في جميع المجالات، وكذلك القواعد اللازمه لتنظيم المرافق العامه المحليه للوحده ورفع كفاءتها او كفاءه العمل بها. بالإضافة لما تقدم، فإن المجالس الشعبية المحلية مسؤولة عن تنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة. دي بقى إيه؟ مهام الثابتة والمهام اللي هي المعروفة أو الرئيسية للمجالس الشعبية المحلية، أنها مسؤولة عن تنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة، أساسها مكونات وإمكانيات المجتمع المحلي، وعليها كشف الفرص الاستثمارية في نطاق كل منها، وحسن توزيع الموارد على الاحتياجات حسب أولوياتها الفعلية في خططها المحلية.